او ايش كنت تتصايدو؟ وركنت اعمل لك كل عيائة بالصايد. ايش؟ تكون يا معلم بالحرش مدد لك طاولة انا واصحابي 20-30 متر. يمرق لك راس، يقولوا لاصحابي سمعين حايلك حايلك، يخرج شيء يا معلم بوب، اخلع لك يا معلم، نزل لك 70-80 عصفور يا معلم، مشويين محلوين منتوفين بقلب الصحون دغري هيك. ايش 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 جاي طاير علينا فيونيك يا سمعين؟ يا سلمى برحمة بي وبيك ما زال كنت كل ما يكون قاطع فيه القوص لك يا بالام حبه. وايش؟ برحمة بي وبيك يا زلمه طير انا الفيولي ارجع قوصهم بالام حبه، دوخت لك العلم. ورا يا زلمه ما زال بالضيعه كنت اتصيد غزلين بحب العدس. ايش 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 غزلين بلبنان؟ ما في غزلين بلبنان يا سمعين. لا جيب اغرف نتفه عدس حطهم بتم يمرق الغزاله معلم. انفخ بتم يا معلم طير حبه العدس الاحلك الغزاله يكون قد الجمل. خلصنا كاسم عين، خلصنا ولا كاسم عين؟